السلام عليكم اخو حمد، اتمنى على اليوتيوب معنا فيديو تحدك ما تحس بالراحه جامده فيديو عودة. تشترك القناه وتضغط لايك على الاسئله اكبر عدد من اللايكات. ويلا هنبدا الفيديو. بدانا الفيديو اهو، الفيديو السلايم بكيف السلايم على البتاع السلايم اللي بتعمل بيه مواد متشكله. كل حاجه ماده لزجه، الماده اللزجه وهي بتنزل دلوقتي. دي هو رسمه ناروتو، دي كلها ارسام انمي، دي كلها انميات. يعني شوف الورقة بتكون معمولة، افتحها يتحرك انمي شكل ايه من الاشكال دي. شوف دي معاها كورة، واو. معاها متعملت ازاي، طلعت بتاعي فوقه، واو. دي كتابة بالليزر، بيعمل حروف الكيبورد، بتاعت تفتيح الكيبورد، 1 3 10. شباك دي باللغة الصينية، كيبورد باللغة الصينية. دي واو، ده عامل زي الكاتشب وكده، ده الكفتة بتشيله والحشاية على طول. دي مش عارف سبونج بوب، واو. لكن طلع ايه بتاع من بوب ايه على طول، لكن بتاع من بوب دي بتاع الوخ، بحط بتاع جوا كورة، بحط جوا مادة ايه حمرا ولا كده. دي مادة جوا بتاع حمرا وبتاع، دي بلف اسمه غزل بنات ولا بتاع، بس ايه دي لون الوان. اللون واو، عملها ازاي؟ اعملها كده فوقها بالارض، بس دي هو ده عامل زي رسم، دي عامل زي رسم في البطة، عامل ازاي عامل زي رسم في البطة، وعاملينها شعر كمان. بص عاملها شعر وكأنه بتحن فيها. دي بتاع البيوت البدائية، دي بتمنع الرطوبة وبتمنع الحد، مش خلي الرطوبة حد المية. دي بيوت بتكون معمولة من خشب وكده، ده بنقط، بحط نقط ألوان، بعد كده حاط حاجة فوقيها. واو، عاملة رسمة مرة روعة، رسمة مرة روعة. شوف الرسمة عاملة ازاي، دي دوامة جوا المية، دوامة جوا البحيرة وكده، دوامة عاملة ازاي، بتشفط كل حاجة، بتشفط المية، بتكون بقى دي في البحر، دوامة كبيرة، بتشفط السفن، بتشفط حاجات كتير. دي بيقطع نظام زي العيش كده أو العجينة، بيقطعها، شوف عمال بيقطعها ازاي. واو، دي بيرسم على التلج، شوف بيرسم ازاي على التلج. واو، رسمة مرة روعة، مرة عايزين نجرب الحياة دي، بس إن شاء الله نجرب. دي الشوكولاتة وكده، دي الشوكولاتة، بص بلفها عشان المادة دي لزجة، عايزة مقاومة عشان يشيلها. بص عمال يشيلها ازاي، مش عايز تتشال. دي كوكبات، نعمل زي كوكب الأرض وكده، كوكبات كلها، نعمل كوكبات كلها. بص عاملة ازاي، هيورينا دلوقتي هي عاملة ازاي. بص واو، شوف دي نزل جو التلج، عمقه قد ايه، عمقه قد ايه التلج، شوف عمقه قد ايه، عمقه ان هي هتنزل بيها، شوف اخره قد ايه. يعني مدي يعني شوف واحدة صغيرة لو نزل في التلج ممكن يحصل حاجة لا قدر الله. واو، دي تلج، ده دي تلج على صينية ولا بتاع، ده كده. واو، شوف دي رياضات تزلج، شوف مرة خطيرة موت. شوف دي بركان، البركان عامل في السماء، شوف البركان طلعي ساعة وكام في البركان. دي برضو دي بحطها بالشجرة كأن هي زي الشكل كده، كأن دي ورد، كأن هي ورد. دي في الخريف طبعا، مش في الربيع، دي في الخريف، دي في الخريف طبعا. شوف دي رسمة ورد، رسمها ازاي على الحيطة، رسمها جزء على الماء ازاي. شوف الرسمة دي عين، لكن هي رسمها، بس تشوفها يعني شوفها من بعيد تحس هي عين حقيقية وكده. شوف دي النحل، النحل هو، شوف النحل بيشيل ازاي. يعني شوف خد لك معلقة من دي بقى، ايه واحد نفسه يجرب الحياة دي كلها. دي بقى بيرسم وردة على البتاع كأنه ديكور وكده، عشان ايه هيبيعه للناس وكده. رسم البتاع اهو، عمال يرسم فيها رسم اهو. شوف بقى دي غزل البنات، بس دي ده الوان وكده، دي لون غزل البنات. شوف دي لون، هتلاقي هيبدأ بقى الوقت يرسم عليها ولا يعمل أي شكل. دي رسم برضو ايه زي في الأول وكده. خذوا فيديو الاشتراك على أسئلة 100 مشترك، واضغط لايك على أسئلة أكبر عدد من اللايكات، ومع السلامة.